اسمي مفتاح حمد الشارف، مولود في قرية اسمها توكرة. طبعا أنا ضابط في سلاح الطيران، حكمت في أواخر 67 ست سنوات سجن بسبب ذهابي إلى الجزائر للاشتراك في القتال ضد إسرائيل في 67 بعد حرب 67. المهم رجعت سجنت في الأول في باب العزيزية، ثم نقلت إلى السجن السياسي في جديدة، نقلت له في أواخر 68. نقلت من سجن الحصان الأبيض والحصان الأسود كما سمي في الأخير إلى سجن جديدة، كان سجن السياسيين. في الواقع ما كان السجن، يعني كان استراحة، لأن كانت زيارات مفتوحة كل يوم 24 ساعة على 24 ساعة، يعني حتى السجناء اللي متزوجين كان في حجرات مخصصة لهم، يجانهم زوجاتهم في أي لحظة وفي أي يوم. خرجت من السجن في أوائل سبتمبر، يمكن يوم 2 أو يوم 3 سبتمبر 69، ورجعت إلى سلاح الطيران، بقيت فيه 3 أشهر. قدمت استقالتي لكن رفضت من قبل آمر سلاح الطيران. كانت في طيارة جاية جديدة بتاعت بي آي بي. أنا كنت ناوي أني أترك سلاح الطيران، ومن البداية قدمت استقالتي لآمر سلاح الطيران، رفضت على أساس أني نمشي للطيران المدني. الطيارة هذه اللي جابوها جات من أمريكا، اسمها جيت ستار. الانسترومنتس نتاعها كانت شبيهة بالانسترومنتس نتاع البوينغ، طيارة البوينغ. فجت رحلة المعمر لأول مرة يزور فيها مصر ويقابل فيها عبد الناصر. حبيت أني نمشي معاه على أساس أني أنا أطلع على الانسترومنتس بتاع الطيارة هذه في رحلة طويلة باش نتأكد منها. رجعت بعد رجوعي معاه من القاهرة بيومين، ودخلت المعتقل السجن. اتهمت أنها كانت في قضية دايرها وزير الدفاع اللي هو آدم الحواس في وزارة الدكتور محمود المغربي، ووزير الداخلية اللي هو موسى أحمد. أقحمت في هذه، وشكلت محكمة. طبعا حكمت ب 13 سنة سجن. فإذا كان أخذنا في الاعتبار أن سنة السجن تحسب بتسعة أشهر، أنا حكمت ب 13، لما تضربي 13 في 9، يعني كان المفروض أني أنا أخرج في أواخر أو في عام 1979، لم أخرج إلا في 88، يعني قضيت 8 سنوات ونصف زيادة على الحكم اللي أنا محكوم به. حتى لو فرضنا أني أنا 13 سنة كاملات، برضو فيه حوالي 4 سنوات ونص أو 5 سنوات زيادة على الحكم اللي أنا حكمت فيه 13 سنة. طبعا لما كملنا الأحكام بتاعنا وصلنا له، كتبنا عدة رسائل شيء أن نحن أنهينا الحكم، لدرجة أنهم هم خصصوا حكم للناس اللي منتهية أحكامهم، اللي منتهية أحكامهم، وخصوا لنا مكان فيه. نحن منتهيات أحكامنا لكن قاعدين. ال 12 سنة الأولى قضيناهن في سجن الحصان الأبيض أو الحصان الأسود. في البداية كانت معاملة جيدة لمدة 3-4 سنوات، وبعدين حاول واحد أنه يهرب قصيدة ومش عارف إيه، ضغط علينا، سحبت منا الكتب، كنا نطبخ، سحبت منا كل هذه الأشياء، وبقينا في ضغط. السنوات الأخيرة اللي قضيناها في الحصان الأسود كانت سنوات سيئة. أنا على مستوى شخصي ما حسستش بالحقد، حسست بالمرارة، لأني أنا انظلمت ومن حطيت 18 سنة أو 18 سنة ونص سجن وأنا مانيش داير شيء. لكن إذا كان شعبي استفاد، كان بلدي استفادت، أوكي. لكن للأسف لم نقهر نحن فقط اللي دخلنا السجن، لكن قهر الشعب الليبي بالكامل، مرارة على 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 الظلم الشخصي، وقهر أيضا وإحساس بال من نظام ديكتاتوري أباح واستباح ليبيا وثرواتها وشعبها. That's all.